ندي فكرة عن الناس عن الكورتيزون ده، لأن في ناس بتبقى مرعوبة منه والمعلومات عنه بتقل يعني، بس ده مهم إن احنا نديهم فكرة عن الكورتيزون، ما فوائده وأضراره، إمتى ناخده وإمتى ما ناخدوش. الكورتيزون واحدة ست حلوة، بنت حلوة يعني، حلوة جدا. طب تمام. وغنية جدا وبنت ناس جدا ومتعلمة جدا، في أحسن من كده عروسة؟ لا، بس سمعتها وحشة، باظت العروسة. الكورتيزون كده، الكورتيزون دواء رائع رائع، بينقذ ملايين، حقنة واحدة تنقذ حياتك، لكن سمعته وحشة. مين اللي سوق سمعته؟ الله يعلم. هي سمعة بس مش حقيقية. لا خالص، هو يعني إشاعات. مفيش دواء في الدنيا مالوش سايد افكت. صحيح. بيعلي السكر، اتفقنا انه بيعليه في اللي ناوي يجيله. بيعلي الضغط، طب ويعني؟ هنقذ حياتك واظبط ضغطك. بيتخن شوية للي هياخده مدة طويلة. بيهشش العظم ماشي، بيزود حموضة المعدة. بيهشش العظم ماشي، كل ده ماشي. أيوه. بس هو صحيح مفيش دواء. قصاد إن أنا هنقذ حياتك. افرض مرض مناعي. العظم ولا تعيش؟ تختار ايه؟ لا طب مش عايز كلام. زرعت كلى الواحد، تترفض ولا تتخن شويه وضغطك؟ لا يتخن شويه. هو دواء رائع ولكن سمعته وحشه. رائع في ايه؟ احسن دواء يثبط الجهاز المناعي. مش احنا اتفقنا ساعات الجهاز المناعي يجنن ويحارب جسمي؟ هو اللي بيقوله لا، هو موجه لجهاز المناعي بس، يقول له ما تعملش كده، عيب لما حاجة تعمل معينه لاي حاجه في الجهاز المناعي. الروماتويد، كورتيزون، الزئبق الحمراء، اي التهابات مناعيه. بس هو ما بيعالجش. بيعالج، ما هو ده علاج ولا ما انا علاج؟ ما هو لما يثبط الجهاز المناعي اتعالجت. بس بيبقى مؤقت ولا بيعالج؟ حسب. ما ده بقى عايزين نعرفه. حسب، انا خدت حقنه بنسلين وطلعت عندي حساسيه، المفروض اموت؟ لا، ده انقاذ. حقنه كورتيزون انقذته. طب عندي ذئبه حمراء والكلى اتاخدت ومش عايز يجي لي فشل كلوي، ما انا هاخد كورتيزون عشان احمي الكلى. يفضل ياخده على طول؟ ممكن ياخده على طول بجرعات اقل في اقل في اقل، سهله يعني. مش عايز حد يكره الكورتيزون او يشنع عليه، لان الكورتيزون قال لي انه زعلان جدا من الشعب المصري انه بيشنع عليه. هو بره ما عند كويسه، بره ملوش دعوه بالدواء. بره بياخد برطمان مش مكتوب عليه اسم الدواء، مكتوب عليه تاخده 3 مرات. انا عايز اسال اي مسؤول، السؤال ده موجه للمسؤولين، الورقه اللي مع الدواء دي مكتوبه لمين؟ ليا؟ طب مكتوبه للصيدلي. الصيدلي حافظها. الصيدلي حافظها. الورقه اللي هي بتبقى في علبه الدواء. مكتوبه لمين؟ عشان اقلقك، تعرف السايد افكتس كلها، تقوم ما تنامش. امال انت رايح حضرتك انها مكتوبه لمين؟ تتلغي خالص، تتلغي. دي بدعه، وكل بدعه ضلاله. ده بدعه. انت بتكتب لي عن الدواء ليه؟ بتكتب لي مين؟ للدكتور؟ طب انا مذاكر. للصيدلي؟ مذاكر. انا افتكر حضرتك بتتكلم على الروشتة. لا، بتكلم على اللي جوه العلبه. اللي جوه العلبه دي مكتوب لمين؟ للعيان، للعيان عشان اقلقك. عشان تقرا كل ال تقرا هيجيلك كل الاعراض الجانبيه، فتجيلك كلها. هتجيلك كلها. لو حد مسؤول سامعني، الغي دي. امريكا مش يعني، ما اعتقدش دي في الطب واقعه يعني. ما هو احيانا بيبقى دي الورقه دي، معلش يعني ارحم يعني تخلفي. بيبقى احيانا الورقه دي مكتوب فيها مثلا ايه؟ ده ما حدش يستخدمه لظروف معينه. طب ما الدكتور عارف. وفرض الدكتور مش عارف. لا يمكن، ما خرجوش من كليه الطب. ده احنا اصعب ماده عندنا علم الادويه. لا يمكن نطلع بكالوريوس الا ما تنجح في علم الادويه. طيب.